السلام عليكم، شلونكم شباب؟ طبعا اسف على السحبة، اوكي صدق اسف، صار لي حوالي شهر ولكن جيجينيجا رجعنا مرة ثانية. فاليوم جبنا لكم حلقة فول جايز يا حبيبي، نتونس ونشوف شنو التغييرات اللي اجت للعب وكذا. فيلا نبدأ. اوكي، على ما نلقانا مباراة يا شباب، حطونا لايك، اشتركوا بالقناة، خلي نرجع التفاعل نفس ما كان التفاعل الجبار، على موت نرجع لكم سلسلتنا يا شباب بعد ما منتهية اللي هي مال ماينكرافت. اوكي دخلنا، هلا والله بالشباب المنورين. اوكي 3-2-1 ليتس جو. خلي نشوف يا شباب هاي المباراة الاولى. طبعا هذا اول جيم حرفيا جاي لعبة، اللعبة صار لي حوالي شهرين ما داخل لها. اوكي اوف، شنو هاي المتاهة شباب؟ شوفوا متاهة الدوامات، لا مستحيل. اوكي الحمد لله يا شباب، الدوامات تقدر تدفعهن بايدك، حرفيا لو كانن اوتوماتيكيات والله ما اعبر المرحلة اخيرا، والله سهلة. اوكي البوابة انسدت يا اخي، انفتحي، تمام حلو. شوفوا ذني يا شباب، او ماي جاد، خلنا نوخر من عتهن، والله يخوفن يا اخي. اوكي ايزي، هاي الثانية ايزي، كلش ايزي. واي 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 واي، شنو هذا اللي زلق يا شباب؟ الارضيه كلها تزلق. اوكي تاخرت، لا خلص وات، والله يا شباب هذا اسرع مباراه لعبتها بحياتي قسم بالله، شو بسرعه خلصت. اول مره بحياتي اخسر من الجوله الاولى، واي. اوكي خلينا نطلع ندخل مباراه ثانيه. اوكي بسم الله، المباراه الثانيه يا شباب، هالمره الناس احسهم اكثر، الناس احسهم اكثر، طبعا صدق الناس اكثر هالمره. اوكي ولا شنو هاي؟ ينفجرن، هي اوف الحمد لله ما متت، والله قلت طحت من الماب. يا شباب هالمره لازم نخلص الموضوع باسرع وقت، لان ذيك المره متنا حرفيا. كفو علينا، اللعبه يا شباب لازم ما تنطيها بقد حجمها، لازم تعطيها اكبر من حجمها حرفيا. كيف قبل شويه خسرنا، لازم نطلع حقنا. ولا شوف السكن يا اللي جنبي شباب، شوف السكن. على كل والله يا شباب الناس تلعب، اللعبة تغيرت، ماباتها تغيرت، طريقة اللعبة تغيرت، كل شيء تغير. يلا ما بقى شيء ونوصل، حرفيا هذا الماب قصير وسهل، كلش سهل. جيجي والله جيجي يا شباب. اوكي كفو انكسرت قبل لا اوصل لها، هم زين. يس فزنا، والله بسرعة فزنا يا شباب، اتوقع انا اول شخص بالضبط، انا اول شخص فاز بهذا الماب. يلا خلي نروح للماب الثاني، والله حماس يا شيخ. الماب اسطوري يا شباب، حرفيا هذا القارب راح يمشي بينا، واكو عوائق لازم ما ننطق بها يا شباب. او ماي جاد، شوفوا عددنا يا شباب. لا مستحيل قسم بالله مستحيل. اوف اصعد يا شباب، قسم بالله ما حسبته انه يتحرك، والله بها كميه فيزيائيه يا شباب مو طبيعيه. اوكي كفو، دائما اذلل يا شباب الاشياء اللي تتحرك اموت من عدن. نو يا حبيبي يا شباب، شوفوا كيف تضرب بينا هاي الدوامه. شوف الناس يا اخي، والله ما ظليت اركز، شوف الناس. اوكي تمام، قل عددنا راح نفوز، بعد شخص واحد يخسر وخلاص. تمام اوكي، بس والله يا شباب ظهرنا مهارات جدا قويه. تمام يا شباب، وصلنا لهذا المابي اللي حرفيا ما فهمته شنو هو. اوكي شنو لازم نسوي؟ اوكي في كرات يا شباب، ايش قاعد او ماي جاد هذا. اوكي في اشياء لازم نطيح يا شباب واحنا ناخذها، بس وين؟ اوكي ونذبها تحت. اوكي تمام، اذن في مربعات يا اخي، اعطيني واحده ارجوك. لا يا شباب خذوهم كلهن. اوكي البيضه، اوكي خلينا نشمرها، اتوقع اني تاخرت، والله دائما اتاخر يا اخي، يا خطوني اي شيء، والله تاخرت يا اخي. اوكي خلينا ناخذ هذا المربع، كفو اخذناه، والله بقناه كفو علينا. اوكي في شبيضه، ماكو شيء يا اخي، حرفيا ماكو شيء. اوكي الكره يا حبيبي، كفو يا شباب كفو. هسه وين الروح يا اخي، اشياء قليله قاعد يذبون، اشياء قليله. اوكي هذا مربع جيبه، راح يسرقونه 100%. وخروا عني. كفو. اوكي طحنا جوا، لا اها نرجع الرسم. خلينا نشوف يا اخي، والله العظيم ماكو شيء، قسم بالله غش. اوكي يا اخي ما يصير، لا شباب حرفيا لا، يعني كيف هذا الشيء يصير؟ اوكي حصلنا هاي المربع، خلينا نشمره. اوكي صاد
هاي بعد كرة سلة، بس يا رب نفوز يا رب نفوز شباب، لأن يعني عددنا كلش كبير، جاي نتعارك على كل شيء. ايه جيب اجيب له. اوكي يا شباب حرفيا والله 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 ما حصلت اي شيء حرفيا، مثل ما تشوفون فوق لازم يفوزون 9، حاليا فازوا 4، يعني ما ادري صراحه اقدر الحق ولا لا. اوكي فاز الخامس، فاز السادس والسابع. او ماي جاد، وخر عني انت وخر عني. يتضارب علي يا اخي والله، فتح قوت. اوكي جيب البيضه، بس البيضه هي يا شباب العصله. يا اخي خلاص خلاص اتركوني، حرفيا اتركوني. فاز الثامن، راح يفوز التاسع. لازم نجيب اشياء، لازم. خسرنا ما لحقنا، والله ما بصعب، ما بجدا صعب، تصير علي عركات يا اخي، ما بي مهارات ابد. اوكي يا شباب والله حرفيا خسرنا باجتهاد جدا كبير. فاوكي يا شباب وصلنا نهاية المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد، وطبعا فتحت لكم قائمة الانتساب في القناة، اي شخص يقدر ينتسب في القناة ويصير عنده مميزات خاصة، يكتب تعاليق ويحط ايموجيات خاصة. فيب مع السلامة، باي باي.